ضجة كبيرة أثارها تصريح نائب التيار ماريو عون عن ضرورة التمديد لرئيس الجمهورية. سبوتشوت اطلع على مواقف الأحزاب السياسية المعارضة للعهد، والآراء كانت سلبية إلى درجة لم يسلم بها البعض، وأصروا على اعتبارها مجرد مسحة. بصراحة اللبنانيين كلهم مش حاملين بقاء رئيس الجمهورية، فكيف الحديث عن التمديد؟ هذا مزح ومسخرة، وليس ممكنا أن يمدد هذا العهد. أتى مصيبة على لبنان، استمر كارثة على لبنان، ولما يذهب سيكون يمكن هيك أصبح للبنان لا سابقة لها. كوارث جديدة وموت جديد وجوع جديد، إذا بتاخذي بتاريخ لبنان من 100 سنة لليوم، أسوأ عهود مرأة فيها لبنان هو عهد عهود ميشيل عون. بدنا نمدد للجوع والعطش والمرض؟ نحن ما بنمدد. أول شيء ما بدك يحكي مع الناس لما تدوا له، بدك يحكي مع كل هودي النواب المستقلين، ما معترف بحدا إلا بحزب الله. شو بعمل له؟ بده يحكي مع الناس؟ أكيد لا. نحن أصلا ضد كل تجاوز للدستور، ما بحق له يجدد ولا بحق له يمدد. تجاوزنا للدستور هو عم يخلينا نروح بمشاكل، أوصل البلد للانهيار، نروح على محلات أخطر كذلك. يرشد اللي شايفينه اليوم شو يعني إذا استمر بنفس السياسة وبنفس الطريقة وبنفس الأداء. فبين التيار لن ندع هذا العهد يسقط، وبين الاشتراكي والقوات والمستقبل المنتعضين من هذا العهد، العثرة على اللبناني الذي افتقر، جاع ومات.